شكرا هاي الوحدة المربع التابع للمدرسة الوطنية للشرطة وهي هيئة تكوينية لكافة أسلاك الشرطة مكلفة بالتكوين القاعدي والتكوين المستمر والتدريب المتخصص. تم إنشاؤها سنة 1968 على أنقاض مركز الوطني لتكوين الشرطة الذي تم إنشاؤه سنة 1959 في نواكشوط، وتتليها وحدة الأمن العام وهو الوجه المرئي يوميا للشرطة، تم إنشاؤه سنة 1958 ويمثل كينونة مهام الشرطة، حيث يكلف بالسهر على أمن المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم بالعمل الوقائي، ويليه مربع للتجمع العام لسرايا حفظ النظام وهو الاحتياط الأمني العام للشرطة، تم إنشاؤه سنة 1991 يكلف بالتسيير الديمقراطي لمظاهر الاحتجاج المختلفة. إذن هذه الصور الآن سيد المهوض، هذا ما شرحتم كلها تابعة للشرطة الوطنية. نأخذ فكرة مختصرة مع الزميل عبد الله بركية. السلام عليكم ماري موخا بن وعيني قال لي جماني نوما مع جماني مبلي قاوت اللي كيني وجماني كي